بني أمية ضد الهاشمي، بني أمية ضد نفس النبي، حاربوا النبي ما دام السيف كان بأيديهم. عندما سقط السيف من أيديهم ما قدروا. منطق معاوية لا والله إلا دفنا دفنا، منطق أبو سفيان فوالذي يحلف به أبو سفيان لا جنة ولا نار، منطق ابن معاوية يزيد ابن معاوية لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. بني أمية مو فقط كانوا ضد علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، ضد نفس النبي بالمقدار اللي كانوا، ما كانوا يقدرون، حاربوا علي. أحقادهم ضد الهاشميين وجهوها وأفرغوها ضد أمير المؤمنين. أي شيء كان يقوم به أمير المؤمنين ولو كان هو الحق الصريح غيروا. إحنا لازم نفكر هذا الفقه اللي عندنا، فقه منه؟ فقه معاوية، فقه بني أمية، أو فقه رسول الله صلى الله عليه وآله.